طلائق. قال عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بأن لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا، وقال وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال في خاتمة الحديث ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ما الهجر؟ ترك الإنسان غيره، ترك الإنسان غيره. هذا الترك قد يكون بالبدن، هذا الترك قد يكون باللسان، وهذا الترك قد يكون بالقلب. الترك بالقلب هذا كل معصية تترك قلبيا، وكل واحد حارب الله ورسوله يترك قلبيا، يعني يهجر بغضا فيه. وأما الترك بالبدن والترك باللسان يختلف، فالترك بالبدن لا بد من المفارقة، لكن قد تهجر أنت إنسانا، الوضع الذي تعيشانه قد يجعلكما متقاربين مكانا، لكن قد يكون بينكما هجر باللسان بحيث لا تكلمه ولا يكلمك. المراد هنا الهجر باللسان، المراد هنا الهجر باللسان، لأن اللسان طريق إلى استجلاب قلوب الناس ومودتهم. فأنت إذا كنت لا تكلم أحدا، لا تسلم عليه، لا تبدأ بالسلام، لا تحييه، لا تسأل عن خبره، فهذا نوع من الهجران حتى لو كنتما على مكتب واحد. هذا هو المقصود غالبا في الحديث، أو أول ما ينصرف إليه الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. أول ما يفهم منه أنه يجوز الهجر دون 3 أيام، ولا ما أصبح للحديث معنى. طب لماذا جعل الشارع الحكيم أن الإنسان يحق له أن يهجر أخاه 3 أيام؟ قد تنشأ خصومة بين الإنسان وبين غيره، والإنسان بشر يخطئ ويصيب ويغضب ويتكدر ويغتم ويهتم، كلنا ذلك الرجل، ولا يستطيع أحد أن يزكي نفسه. جاء الشارع الحكيم ب3 أيام، في اليوم الأول يسكن غضبك، وفي اليوم الثاني تراجع نفسك، وفي اليوم الثالث تعتذر لأخيك. في اليوم الأول يسكن غضبك، وفي اليوم الثاني تراجع نفسك، في اليوم الثالث تعتذر لأخيك. هذا إذا كان الهجر دنيويا مما يحدث من منازعات الناس ومعاملاتهم وأخذهم وعطائهم بعضهم مع بعض. أما الهجر من أجل الدين، الهجر ديانة، هذا باب آخر ضابطه ليست الأيام، ضابطه أن يرجع من هجرناه عن الشيء الذي بسببه هجر، حتى يؤدب، يعلم، يرتدع، يترك بدعته إن كان على بدعة، يترك الكبيرة إن كان على كبيرة. هذا هجر للتأديب الديني، هذا غير مقيد بأيام. لكن الهجر الذي هو مقيد بأيام هو الهجر الدنيوي الذي بأسباب مصالح الدنيوية التي لا يمكن أن يفكر الإنسان عنها. اثنان في مجلس، في محفل، في لقاء، في بيت، يحصل بينهما اختلاف حول مسألة، يقع ما بينهما تلاح وأخذ وعطاء، يظهر أحدهما غضب علو كعبه، قد تخرج من الإنسان كلمة يغضب الآخر ويحق له أن يغضب، لكن ينبغي بعد 3 أيام أن يعود إلى ما كان عليه من الألفة والمحبة. فالأصل أن الدين يقرب ما بين أهله، وأخوة الإسلام شيء عظيم لا يحل لأحد أن ينكثها.